كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بيجتمع مع الدكتور خالد محمود للاطمئنان على لاعبي الفريق المصابين. قبل كده اتكلمنا عن الدكتور خالد محمود واتكلمت عن دوره واتكلمت ان هو بريء جدا من الاصابات اللي بتحصل. مش عايزين بقى نقعد نتكلم ونعيد ونزيد. لو حضراتكم تفهمتوا الموضوع قلنا ان في دكتور بيشخص وبيقول مده الاصابه وبيسلم اللعيب بعد ما بتعافى بناء على اشعه هو بيعملها بتبين ان اللعيب خلاص العضله سليمه 100%. العضله دي المفروض تروح للدكتور او للكابتن اللي بيأهل الاخصائي التأهيل اللي بيأهل في الملعب بيقوي العضله في الجيم بيأهلها في الملعب عشان تستحمل الضغط الشديد على هذه العضله في المباريات وفي التمرينات. فكده الدكتور بيخلي مسؤوليته بيديه لمدرب الاحمال اللي بيحاول يعمل قصاره جهده عشان يرجع العضله سليمه تاني. اللاعب بقى بيبذل مجهود زياده بيحصل حاجه لكن بعيد خالص عن طبيب الفريق.